لا يمكن بشكل قاطع تحديد من أين نشأت لعبة كرة القدم، فقد أشارت الكثير من الحضارات إلى عدة ألعاب تتضمن ركل الكرة بالأقدام مثل الحضارة الصينية والحضارات اليونانية والمصرية، إلا أنه يمكن القول بأن كرة القدم بشكلها الحديث تعود جذورها إلى لعبة الغوغاء موب جيم، والتي انتشرت في بريطانيا في العصور الوسطى. في ذلك الوقت اختلفت قواعد اللعبة من مكان إلى آخر، ولم يكن هنالك عدد محدد للاعبين، وكانت اللعبة عنيفة وفوضوية وتضمنت فريقين يحاول كل منهما ركل الكرة تجاه هدف ما في الطرف الآخر من الملعب، وبسبب ما احتوت عليه من عنف وفوضوية تم حظرها أكثر من مرة. وفي أوائل القرن 19 قررت المدارس العامة في بريطانيا أن الرياضة يمكن تسخيرها لتهذيب أخلاق التلاميذ لتظهر ما تشبه كرة القدم الحالية. وقبل أن تكون هنالك تكتيكات واضحة، كان هنالك مجموعة مترابطة من القوانين التي تحكم هذه اللعبة. ارتفعت شعبية اللعبة بشكل كبير خلال القرن 19، ولكنها كانت لا تزال أقرب للعبة الغوغاء موب جيم، حيث كانت الملاعب مفتوحة واللاعبين غير محددي العدد وعنيفين ودائماً ما يتعرضون لكسور، كما كان بإمكان اللاعبين مسك الكرة بأيديهم قبل أن يمنع مسك الكرة باليد، إلا أنها استمرت بذات الفوضوية حيث كان اللاعب يركض بالكرة مسافات طويلة فيما يسانده زملاؤه من خلفه في حال ارتدادها، حيث كان التواصل بين اللاعبين وبعضهم البعض بدائية. في المقابل يقوم لاعب الخصم بالاصطفاف لقطع الكرة بأي طريقة، سواء بضربه أو بالإمساك به وإيقاعه أرضا. بدأت التشكيلات التكتيكية بالظهور بعد أن ارتفعت شعبية اللعبة خلال القرن 19، وبسبب اختلاف القوانين من مكان لآخر قرر هنري مالدن عقد اجتماع في عام 1848 لتحديد قوانين واضحة لكرة القدم. وفي عام 1862 قام جون تشارلز ترينغ بصياغة مجموعة من القواعد الموحدة في جامعة كامبريدج، كانت عبارة عن 10 قوانين أسماها اللعبة الأبسط The Simplest Game. وفي أكتوبر من نفس العام نشر مجموعة أخرى عرفت فيما بعد بقوانين كامبريدج، قبل أن يتأسس الاتحاد الإنجليزي سنة 1863. هذه القوانين كانت واضحة، ولكنها احتوت على شروع مسك الكرة باليد والضرب، الأمر الذي كان محل خلاف كبير بين الأعضاء ليقرروا منع لمس الكرة باليد قطعية. ولكن الخلاف الأكبر كان حول مشروعية الضرب، حيث كان يرى الكثير من الأعضاء أن الضرب هو لب المنافسة وما يجعل اللعبة للشجعان. هذا الخلاف كان محوراً لصياغة ما عرف بالقانون السادس، والذي ينص على التالي: عندما يقوم اللاعب بركل الكرة يصبح أي لاعب من الجانب نفسه زميله وهو أقرب إلى خط مرمى الخصم خارج اللعبة، ولا يستطيع لمس الكرة بنفسه، ولا يستطيع بأي شكل من الأشكال منع أي لاعب آخر من الحصول على الكرة حتى يدخل هو نفسه في حيز اللعبة مجددا. وبعبارة أوضح، كان لابد للتمريرات أن تكون إما للجانب أو للوراء، الأمر الذي أظهر المراوغة في كرة القدم، حيث كان اللاعب الأفضل يحاول استغلال وجود زملائه على أطراف الملعب حيث يمكن له التمرير باتجاههم، وحينها يتجه الخصم لمحاولة إغلاق فرصته في التمرير عبر التوجه لهم، الأمر الذي يجعل حامل الكرة يقوم بالمراوغة ومحاولة الاقتراب أكثر من المرمى. ظهور القوانين الواضحة المبدئية لكرة القدم جعل أفكار من يلعبونها أو من يقومون بمتابعتها تتجه لأمور أخرى تخص اللاعبين وتحركاتهم. ففي نهاية سبعينيات القرن 19 بشر تشارلز ألكوك، والذي كان لاعباً ثم مدرباً، بما وصفه بالمبدأ الكبير والأساسي في كرة القدم. أطلق ألكوك على هذا المبدأ اسم المساند باكينج أب، ويقصد به اقتراب اللاعب من زميله ومتابعته عن كثب لمساندته إذا لزم الأمر، أو أخذ الكرة منه في حال تعرض لهجوم أو تم منعه من التقدم. فقد شعر بضرورة تعلم اللاعبين أهمية مساندة زملائهم المتوجهين نحو مرمى الخصم من أجل استمرار الهجوم. حينها كانت اسكتلندا تلعب كرة قدم بقوانين مختلفة نوعاً ما عن إنجلترا، ولكن دون وجود اتحاد للعبة، وكان يغلب عليهم الطابع الاستعراضي المليء بالمراوغات
مع وضوح كبير لرشاقة اللاعب الاسكتلندي وخفة حركته، ليقرر الطرفان إجراء مقابلة بينهما في مباراة كرة قدم بقوانين محددة وواضحة للطرفين. وفي الثانية من مساء يوم السبت 30 نوفمبر عام 1872 وعلى ملعب نادي غرب اسكتلندا للكريكت، أقيمت أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم، وجمعت بين منتخب إنجلترا والمنتخب الاسكتلندي. وكانت هذه المباراة الأولى ضمن سلسلة 5 مباريات دعا لها تشارلز ألكوك أمين عام الاتحاد الإنجليزي حينها. دخل منتخب إنجلترا حينها بخطة 1-2-7، فيما كانت خطة إسكتلندا 2-2-6. ورغم وجود 13 مهاجما من أصل 22 لاعبا على أرض الملعب، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ولم يستطع أي من الطرفين تسجيل أي هدف. هذه السلسلة من المباريات أظهرت أهمية الجانب اللياقي والجسدي للاعبين، كما أظهرت نجاح فكرة التمرير بدلا من المراوغة، حيث تمتع لاعبو إسكتلندا برشاقة كبيرة بعكس المنتخب الإنجليزي الذي كان معظم لاعبيه يتمتعون بضخامة كبيرة. يلجأ لاعبو إسكتلندا لمحاولة تمرير الكرة فيما بينهم حتى لا يدخلوا في منافسة جسدية مع لاعبي إنجلترا. استمرت محاولة الفرق في التحسن على المستوى التكتيكي، وبرزت أكثر فكرة تدوير الكرة والتمريرات القصيرة بين الخطوط، ثم حاولت الفرق دمج كل ذلك مع المراوغات، خصوصاً نادي كوينز بارك الإسكتلندي، والذي كان له تأثير كبير على فكرة التمريرات المتواصلة ودمجها مع مهارة اللاعبين في المراوغة. بعد سنوات قليلة ظهرت خطة 2-3-5 والتي عرفت بالهرم عندما لعب نادي جامعة كامبريدج بها بشكل رسمي، ولكن قبل ذلك كانت هنالك بعض المحاولات للاعتماد عليها، خصوصاً من طرف نادي نوتنغهام فورست عندما كان سام ويدسون قائداً للفريق. الانتشار التدريجي لخطة 2-3-5 حول مركز لاعب الوسط المركزي هاف ذا سنتر إلى نقطة ارتكاز الفريق، حيث تحدث الكاتب النمساوي ويلي مايسل عن قلب الدفاع حينها بأنه الرجل الأكثر أهمية على أرض الملعب. مهمة لاعب الوسط المركزي بدون الكرة كانت في رقابة مهاجم الفريق، وفي حال الاستحواذ على الكرة كانت لديه الحرية الكبيرة للتقدم والهجوم، معتمداً على مهاراته الجيدة وقدرته البدنية الكبيرة وتمريراته، إضافة لإمكانياته المميزة في تسجيل الأهداف. استمرت فرق كرة القدم لنحو 3 عقود لا تلعب بأكثر من مدافعين 2، حتى تغيير قانون التسلل عام 1925، حيث كان القانون منذ عام 1866 ميلادية يقتضي بأنه حتى يكون المهاجم خارج منطقة التسلل لابد من وجود 3 لاعبين بينه وبين مرمى الخصم، حارس المرمى ولاعبين 2 آخرين. هذا القانون منذ نشأته كان يصعب من مهمة المهاجمين بشكل كبير، وهو ما أدى إلى قلة معدل الأهداف في المباريات. وفي عام 1925 قرر الاتحاد الإنجليزي تعديل القانون ليتطلب وجود 2 من اللاعبين، حارس المرمى ولاعب آخر، بين مهاجم الخصم والمرمى ليكون غير متسلل. تغيير قانون التسلل رفع كثيراً من متوسط عدد الأهداف لكل مباراة، ولكنه أيضاً ساهم في ظهور تغييرات كبيرة على خطط اللعب. كان هيربرت تشابمان في ذلك الوقت هو أشهر مدربي إنجلترا، حيث حقق مع هدرسفيلد بين عامي 1921 إلى 1925 بطولة الدوري مرتين وكأس إنجلترا مرة واحدة، قبل أن ينتقل لتدريب أرسنال ويقودهم لتحقيق الدوري مرتين والكأس كذلك في الفترة من 1925 إلى 1934، وظهرت معه فكرة الهجوم المرتد لأول مرة. في تلك الفترة كان الفريق الذي يستحوذ على الكرة عادة هو الفريق الأقرب للفوز، وكان الهجوم المرتد فكرة تأتي بحسب الظروف ولم تكن خطة يعتمد عليها. فكما تحدثنا كانت الفرق تعتمد على خطة 2-3-5، ولكن مع تغيير قانون التسلل ابتكرت شابمان خطة 3-2-2-3 بوجود مركز جديد هو سنتر باك. خطة تشابمان عرفت بطريقة الظهير الثالث أو خطة WM، حيث اعتمد مدرب أرسنال على التراجع للدفاع في مناطقه لمحاولة جلب الخصم أكثر لملعبه، ثم لعب الكرات الطويلة مباشرة حال استعادة الكرة إلى الأمام لمحاولة استغلال تقدم الخصم وعدم تنظيم دفاعاته. نجاح خطة WM التي ابتكرها تشابمان جعلت المنتخب الإنجليزي يعتمد عليها فيما بعد، وكانت هي مع خطة الهرم 2-3-5 أشهر خطتين لعبت بها المنتخبات 13 التي شاركت في كأس العالم
الأول عام 1930 في الأوروغواي، مع أفضلية أكبر لخطة الهرم والتي لعبت بها الأرجنتين والأوروغواي النهائي. في المباراة النهائية لكأس العالم 1930 اعتمدت كل من الأوروغواي والأرجنتين على خطة الهرم 2-3-5، وفيها كان المهاجمون الداخليون إنسايد فورورد ينزلون للربط مع لاعب الوسط المركزي ثم تمرير الكرة للأطراف باتجاه الأجنحة. وبالرغم من امتلاك الأرجنتين حينها للويس فيليبي مونتي في مركز لاعب الوسط المركزي، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على تنظيمها الدفاعي تحت القدرة الكبيرة لمنتخب الأوروغواي في التمرير القصير والتنظيم الكبير الذي تمتعوا به. في النهاية يمكن القول بأنه من تاريخ ظهور لعبة كرة القدم وحتى توقفها الجزئي وعلى فترات مع بداية الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و1945، لم تكن قد ظهرت بعد ملامح كرة القدم التي تلعب اليوم. هذه الملامح بدأت بعد استقرار العالم وظهور خطط وأفكار أكثر في الكثير من الدول الأوروبية مثل النمسا وسويسرا والمجر.